السلام عليكم خوتي خواتاتي، كنتمنى تكونوا بألف خير. اليوم ان شاء الله غادي نديروا وجبة بالخضر والنشويات صحية لينا ولوليداتنا. غادي نديروا غراتان ان شاء الله بالبطاطس والفرماج، وغادي نرافقوا بسلطة اللي غتكون فيها الارز والخضر كيبغيوها الكبار والصغار. خليكم معايا. هانتوما كيف كتشوفوا حبايبي كتجي روعه روعه غزاله، والدراري الصغار كيحماقوا عليها حتى الكبار كيحماقوا عليها. انا اول وحده كتعجبني وانها صحيه للوليدات لان فيها كل شيء طبيعي ومتكامله. خليكم معايا ندوز الوصفه. اول حاجه نسلقوا بطاطا. هنا تسلقات لنا بطاطا، غادي نقيوها وغنديروها كلها في واحد الاناء، ومن بعد غادي ندوزو نطحنوها غير باليد بلا فورشيت ولا بهذيك اليد اللي كتطحن البطاطا. كيف كتشوفوا حبيبي هنا غادي نحاول انني نهرسها كامله، والبنات اللي ما عندهمش هادي وما بغاتش بالفرشيطه تقدر انها تحكها في الحكاكه حتى هي صامخش يعني مزيانه، ملي كتحك كتجي مزيانه. المهم حنا خصنا نهرسوها مزيان باش ملي نكونوا خدامين بها تجينا سهله. هنا حبيبي غادي ندير لها البزار، كل واحد كيدير على حسب القياس اللي كيبغي، واش كيبغيها حاره او ناقصه. وغادي ندير لها الملحه حتى هي على حسب كل واحد والذوق ديالو، كاين اللي كيبغي بزاف كاين اللي كيبغي قليل. وغادي ندير فيها زيت الزيتون فقط، ما غاديش ندير فيها لا مايونيز لا حتى شي حاجه، غادي نخليها وجبه طبيعيه. وغادي نخلطها ونرجع معكم. هنا حبيبي غادي نديرو بصله، غادي نحكوها واستسمح لانها جات بعيده الاناء ما كيبانش كامل، لان حتى ساليت الحكان ديال البصله عاد بنت لي في عاد شفت في الكاميرا بانها ما شداش كلها، عاد وليت كحستها. يلا حبيبي نحكوا البصله ديالنا مزيان. غادي نضيفوا عليها الكفته يعني عاديه، وغادي ندير لها الا الملحه، ما غندير لهاش حتى الزيت، غادي نخليها بلا زيت بلا والو، لان اصلا الكفته كتكون فيها الشحمه ديالها يعني ما غاديش نحتاج ندير لها الزيت. هنا كنضيف لها كيف ما قلت لكم الملحه، وغادي نخلطها مزيان، وما غادي نزيد حتى شي حاجه لان عندي ديك لاصوص ديال الطماطم اللي خدمتها انا في الدار، يعني فيها كل شيء، فيها القزبر، فيها المعدنوس، فيها الجزر، يعني كيكون فيها الاعشاب منسمه، فيها كل شيء مخدومة على الدار، يعني فيها كل شيء، فيها التوابل، ما غاديش نحتاج نضيف حتى شي حاجه دابا للكفته، لان من بعد غادي نزيد عليها هذيك صلصه الطماطم. دابا غادي نديرها حبيبي هنا في المقله، وغادي نشحرها حتى غادي تطيب البصله، وغادي تطيب لنا الكفته اللي هو اللحم المفروم. استسمح للناس اللي ما كيعرفوش شنو هي الكفته. كيف كتشوفوا حبيبي نبقى معها غير بشويه على نار مهيله الى حتى تشحرنا ديك البصله واللحم المفروم اللي هي الكفته. هنا حبيبي الكفته طابت صافي، ها هي دي الصلصه اللي ان شاء الله غادي نشاركها معكم في القناه، وغادي نديرها لكم حتى هي فيديو كنستعملها يعني لجميع الانواع اللي كنحتاج فيهم صلصه الطماطم، يعني غنيه وزوينه احسن من هذيك ديال الشرا. بعض المرات كنستعملوا ديك ديال شريان، ولكن ما كاينش ما احسن من هذه، ما يكون عندنا الوقت نديروها في دارنا، فيها الخضر وفيها الاعشاب منسمه، واحسن حاجه هي اننا دايرينها بيتنا في الدار، كتكون عارفين كنكونوا عارفين شنو دايرين فيها، وكتجي في المذاق روعه. كندير بها كل شيء، البيتزا، المكرونيه، المعجنات كاملين، اي حاجه. دابا حبيبي غادي ناخذوا واحد الاناء، انا هادو كنديرهم فرديين كيجوني اسهل باش ملي كيكونوا في التقديم كل واحد كنعطيه البلا ديالو، كتجيني سهله، واللي ما كيمرش البلا ديالو كيغطيه ويخليه حتى الوقتاش ما تاكلوا عليه ياكلو. حبيبي غادي نديروا الطبقه الاولى، غادي نديروها ان شاء الله بالبطاطس يعني بالبطاطا. غادي نسرحوا الطبقه الاولى مزيان كيف ما كتشوفوا، غير هي كتجي صعيبه ملي كتكوني كتصور، خاصك تشوف واش راك شاد في الكاميرا مزيان وتولي تشوف واش راك كتصور داكشي، هو هذاك يعني الامر صعيب. الناس اللي كيديروا دائما غير الطبخ كنقول لهم برافو عليكم، برافو عليكم بصراحه.
غادي ندير طبقة من الخليط ديال الكفتة مع الطماطم، راه ما كتجي لا حامضة لا والو هاد الصلصة هادي يعني بصراحة روعة، وهي اللي كتعجبني دائما نستعملها لانها ما كتجي حامضة ما والو. وعلى فكرة انها كتجي حتى هاك اللي بغا ياكلها غير هكذا بحال دابا في لي ساندويتش ولا شي حاجة، كيجي المذاق ديالها روعة يعني غير مع الكفتة ومطيشة هكذايا. هانتوما حبيبي درت الطبقة ديال الكفتة مع الطماطم، وغادي ندير الفرماج، مع انها كتكون هاد الاكلة غنية بالفرماج لانها كتجي زوينة كيعطيها واحد المذاق زوين. ولكم الحرية ديروا الفرماج اللي عجبكم، ماشي ضروري ديروا هذا، ديروا اي فرماج نتوما بغيتو. وهنا غادي ندير طبقة تانية عاوتاني ديال البطاطا، يعني البطاطس، لان المصريين البطاطا كيقولوها البطاطا الحلوة، وهادي كيقولوها هما البطاطس. معانا عندي حبيبي بزاف مصريين، داكشي باش كنحاول انني نبسط، ولكن بعض المرات كننسى استسمح. دابا غادي ندير طبقة اخرى ديال اللحم المفروم مع الطماطم، وصافي. من بعد غادي ندير فوق منها الفرماج. صعيبة ملي كتكون عاتي كتصور، والله القسم الى صعيبة صعيبة. هنا غادي ندير الطبقة الأخيرة ديال الفرماج، وبالخصوص مع كانوا ولادي يعني معايا، داكشي باش راه ما خليتش الصوت دابا حيدته، لانه كان كنخلي داك الصوت ما غتسمعوا والو، غادي تسمعوا غير الصداع وماما اري هذيك ماما هادي ماما هادي. اي والله يعاوننا عليهم في هاد الايام اللي جالسين فيها في الديور، ان شاء الله ان شاء الله تدوز على خير. صافي حبيبي هنا وجدت، وغادي ندخلهم الفران يعني غنكمل كلشي. هانتوما كيف كتشوفوا وجدت كلشي، وغادي نديرهم في واحد الصحن كبير وغادي ندفعهم الفران. ودابا غندوز نوجد السلطه. هنا كيف كتشوفوا حبيبي عندي الارز سلقته وصفيته وخليته حتى برد، وعندي جلبانه اللي هي وقيل البازيلاء بالمصريه، وعندنا الفاصوليا الخضراء اللي سلقتهم حتى هما، وعندي الذره، وعندي طماطم هذيك خضراء ماشي ما طيباش، كندير الذره اللي كيكون سبق لي انني وجدتها من قبل، كنوجدها كنسلقها كنصفيها كنديرها في الكونجيلاتور، النهار اللي كنحتاجها كنجبدها يعني كنكون دايرها في الفريزر. صافي قطعت الفاصوليا حتى هي قطعتها طريفات ودرت كل شيء، وكنزيد الجلبانه، واحد الحبه ديال الفاصوليا كانت مازال صحيحه خصني قطعتها عاد وليت سته عافي كانت مخبعه. وهنا حبيبي غادي ندير توابل عاديه، هنا طماطم حتى هي قطعتها ودرتها، غادي ندير الابزار اللي هو الفلفل الاسود، ودائما كيبقى حسب الذوق، وغادي ندير الملح، وغادي ندير زيت الزيتون. زيت الزيتون يعني انا دائما كنخدم زيت الزيتون في السلطه، ما كنخدمش الزيت العادي. صافي هنا كندير الملحه حتى هي على حسب الذوق، كل واحد كيدير على حسب الذوق ديالو. هنا خلطت السلطه ديالي، شوف كي كيجيو الالوان كي شهي وكيفتحوا الشهيه. صافي دابا كلشي واجد، غندوزو للتقديم. ها هو الكراتان ديالنا حبيبي وجد، تحمر من الفرماج، كيجي مقرمش والفرماج ديالو دايب، كيجي روعه. السلطه قدمتها لهم على هذا الشكل هكذايا، الا الفجل هذاك الصغير درتو غير في الوسط، لان كاين الدراري كاين اللي كياكلو كاين اللي ما كياكلوش. صافي حبيبي هكا مع سلطة والغراتان ديالنا.
هانتوما حبيبي كيفاش كيجي؟ كيجي روعة روعة، شي حاجة غزالة، وكل شي كيحماق عليه وكتعجبهم. شكرا لكم حبيبي على حسن المتابعة ديالكم، كنشكركم بزاف بزاف. ما تنساونيش من اللايكات ديالكم، من التعاليق ديالكم الزوينة اللي دائما كتفرحني. شكرا لكم كتير كتير، والاشتراك اللي كنتم مازال ما اشتركتوش معايا. وشكرا لكم حبيبي الغاليين، وكنتمنى دائما تبقوا في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.